وجاء في الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا حتى تكون القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وأبيض مثل الصفا أملس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وما يعرض عن القلوب يجمعه فتنة الشبهات والسلاح الذي تواجه به مع الاستعانة بالله جل وعلا هو العلم النافع الذي تدرأ به الشبهات وتفند به الضلالات ويوضح به الحق بالأدلة الواضحات ويعتبر من قصص القرآن بما ورد بهذا الشأن من قصص القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان وما قاله أئمة السلف من صالح هذه الأمة منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا وإلى أن يأتي الله تعالى بأمره. ففتنة الشهوات الشبهات تعرض للقلوب وتتملكها إذا وجدت منفذا إليها ومستقرا فيها فتتغلب الأهواء ويحكم الهوى وتتبع الشهوات وتستغل الوسائل لفرض ذلك على من يخالف هؤلاء سواء كانت وسيلة السلطان الظالم لنفسه أو وسيلة الغني المغرور بغناه أو وسيلة الجاهل الذي ضره جهله ولم يرفع بالعلم رأسا أو حيل وتلبيسات أهل الشبهات والأهواء الذين يضادون الشرع بعرض الشبهات التي تجر الناس إلى الشك في الدين والإلحاد في الاعتقاد حتى ينكر وجود الله جل وعلا وتنكر رسالته وينكر شرعه وينكر تدبيره وينكر ثوابه وعقابه في الدنيا وينكر جزاؤه في البرزخ والآخرة. ومن قرأ في كتب بيان أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في كتب العقائد والسنن والتوحيد ونحو ذلك من مسمياتهم يجد هذا جليا وأن رؤوس أهل البدع الذين تولوا كبرها وفتوا الناس بها وصاروا دعاة إلى النار بشبهاتها أنهم في الحقيقة ملاحدة وزنادقة ومنافقون نفاقا اعتقاديا وقليل منهم صاحب النفاق العملي الذي تنطلي عليه الشبهة أو يحكم الهوى غير مبال بما يترتب عليه.